رجعنا بالساعة الثانية، فأهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين. متحف الأطفال عندهم أيام مميزة جدا قادمة علينا من 17 ل 19 8، فركزوا معي منيح بهالتفاصيل لحتى تاخدوا أولادكم تستمتعوا بأيام العلوم والفنون. رح تكون مليانة نشاطات وورشات عمل مختلفة للأطفال. طبعا متحف الأطفال مؤسسة بنفتخر فيها الحقيقة كلنا. رح نتعرف أكثر عن أيام العلوم والفنون من خلال اتصال هاتفي مع السيدة سوسن دلق مديرة متحف الأطفال. ست سوسن، يسعد مساكي. يسعد مساكيك، شكرا لك ست نسرين. أهلا وسهلا، يعطيكم أنتوا ألف عافية، وإحنا سعيدين جدا بوجودك معانا، وأكيد دايما أنتوا حريصين على أنه تزودوا المتحف بنشاطات للأطفال تعليمية وترفيهية بنفس الوقت. فياريت نحكي بشكل عام، يعني اليوم إيش أبرز البرامج يمكن بيشتغلوا عليها وتشتغلوا عليها بالمتحف؟ هلا بشكل عام متحفنا تأسس هو لإيجاد مساحة للتعلم التفاعلي للأطفال، فالأطفال بيجوا عنا بتعلموا من خلال اللعب، هم ما عم بيعرفوا إنهم عم بيتعلموا. عنا قاعة معروضات فيها 195 معروضة، بعدها مربوط بالمناهج، بيربطوا هم عم بيلعبوا بيربطوا تعلمت هذا بالمدرسة، بيصير هاي الربط بالأمور اللي بيتعلموها أو إنه بناء مهاراتهم وتنميتها عندهم، مهارات القرن 21 اللي هو إنه يستكشفوا لحالهم، يكون عندهم فضول، يدوروا على المعلومة، وطبعاً لعب الأدوار المختلفة، تحفيز الخيال، كلها هاي من الأشياء اللي منقدمها في فئة المعروضات، بالإضافة للبرامج والأنشطة اللي موجودة متوفرة على مدار العام كلها بتكون موجودة. مزبوط، يعني إحنا عم نحكي من 17 ل 19 8 رح يكون في أيام العلوم والفنون، ليريت هيك تحكي لنا شوي تفاصيل أكثر. هو هاي النسخة الثامنة من أيام العلوم والفنون، هو إشي يعني بتقدر تقولي كل إشي بنعمله كل السنة بنصدد هاي الفعالية اللي بنعملها كلها تعليمية للأطفال، نتعمد أنها تكون قبل العودة للمدارس لنحمسهم على التعلم، بس تعلم ممتع، فإن شوية نحميهم خلينا نقول لرجع على المدارس. فهاي بتكون كلها ورش عمل، بيجي كل طفل بقول دايما زي مؤتمر صغير للأطفال، بنقي ورشة العمل اللي بده يروح عليها بيحضرها، بالإضافة لهيك في يعني في أكثر من 30 نشاط بيكون عم بيصير بنفس الوقت، إشي نسيج، إشي أوريغامي، إشي بالأدب، إشي بالعلوم، مواضيع مختلفة. كيف ما بيمشي الواحد بالمتحف بلاقي في إشي عم بيصير من أنشطة للأطفال لإلهم. شو حلو هذا الحكي، من أي ساعة لأي ساعة أيام 17 ل 19؟ يوميا. هو بس أوضح يجب التنويه أنه هو البرنامج مكرر على 3 أيام، فهو نفس البرنامج عشان إحنا ساعة استيعابية محددة ما بنحب نمشي عنها أكثر بكثير، فهي نفس البرنامج على 3 أيام، بيبدأ كل يوم من الساعة 1 للساعة 8 مساء. ممتاز، هاي معلومة كتير مهمة، يعني ما في إيش بيروح عليكم تاني يوم تروحوا له، هو نفس البرنامج 17 18 و 19، لأنه في ساعة استيعابية معينة للعدد اللي ممكن يكون جوا المتحف من الساعة 1 الظهر للساعة 8 المساء. طيب ممكن نعرف أكثر عن التذاكر وأسعارها، هي بمتناول الجميع؟ أكيد، سعر التذكرة هي 3 دنانير للأطفال من عمر سنة إلى 5 سنوات، و4 دنانير للأطفال الأكبر من 6 ل 12 سنة، وهو الموجه بشكل عام البرنامج كله للأعمار الأكبر، ودينار واحد على للأهالي للكبار بالعمر. ممتاز، يعني الأهالي يعني الأهالي مزبوط. طيب متعودة على الأطفال. مفهوم مفهوم، طبيعة شغلك. طيب ست سوسن، رسالة أخيرة بتحب توجهيها من خلال هذا اللقاء لكل المستمعين اللي عم بيتابعونا والأهالي؟ بنشكر الجميع لدعمهم لرسالتنا في متحف الأطفال وإيمانهم باللي منقدمه، وبنستناهم إن شاء الله يشرفونا ويزورونا في أيام العلوم والفنون إن شاء الله. وشكراً لكم، بالعكس واجبنا هذا. شكراً ستي على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وميت أهلا وسهلا فيك، وتحياتنا لكل العاملين في المؤسسة اللي بنفتخر فيها أكيد متحف الأطفال. شكراً جزيلاً.